السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع رانوي من أكتر المواقع اللي بتلاقي فيها أدوات للذكاء الاصطناعي. في حاجات خاصة بالفيديوهات، في حاجات خاصة بالصور، في حاجات خاصة بالصوت. يمكن أجملهم مثلا فيديو تو فيديو، بتقول له خد الفيديو دوت وتديله فيديو حقيقي يحولك لكرتون مثلا، يغير الستايل تماما. في تكست تو فيديو، بتكتب له كتابة هو يبدأ يعمل لك الفيديو، مش بيعمل لك صورة، ده بيعمل لك فيديو. ريموف باك جراوند، تكست تو ايمج زي مثلا ميد جورني، ايمج تو ايمج تدي صوره وغير لك الستايل بتاعتها. تقدر انت تدرب الذكاء الاصطناعي بتاعك الستايل. ففي شويه حاجات جميله كل شويه الواحد يعني بينبهر بيها. طيب خليني مثلا نكتب له سكاي كريم ونبدأ نقول له جنريت. طبعا مع كل تجربة انت ليك زي رصيد مجاني كده بيبدأ ان هو يقللهم لك. تعال نشوف الفيديو. بتنطر هنا في الشارع، تمام. فأي حاجة تتخيلها مش بيعملها لك صور، لا ده بيعملها لك فيديو. دي القوة بتاعت الرانوي ايميل.